السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة الأساسيات من أهم المراحل اللي بتمر بيها في طريقك لتعلم أي حاجة. في الفيديو ده هعرض ليكم أهم عشر حاجات لازم تتعلمها كويس في بدايتك لتعلم سكتش أب، والعشر حاجات دول ممكن يكونوا يهموا برضو أي مستخدم لبرنامج السكتش أب حتى لو بيستخدمه بقاله فترة. نبدأ برقم واحد. لو هتبدأ تتعلم برنامج السكتش اب لازم تبدأ بالرسم في التو دي، ما تبدأش على طول يعني زي ما احنا دلوقتي فاتحين البرنامج الواجهة ده التصميم ده الرسم في 3 دي او التصميم في 3 دي، ما تبدأش على طول بالواجهة اللي هي 3 دي كده. ابدأ بالواجهة اللي تخليك ترسم 2 دي عشان تتعلم قواعد البرنامج بشكل صحيح. عشان ترسم في التو دي ليه طريقتين. اول طريقة تستخدم التوب فيو. لو هتفتح الفيوز هتلاقي عندك كذا اكتر من فيو، اختار توب فيو. بمجرد ما انت دلوقتي على التوب فيو تقدر ترسم اي حاجة طول وعرض بس مفيش ارتفاع، وكل اللي هترسمه هيكون في المستوى صفر. تاني طريقة ممكن ترسم بيها في التو دي انك تدوس على ويندو بريفرنسز تمبلت كونستراكشن دوكيومنتيشن. هتختار الوحدة اللي تشتغل بيها في الكونستراكشن دوكيومنتيشن، ممكن تكون قدم مليمتر متر. تضغط على اوكي. بعد ما تضغط على اوكي واجهة البرنامج مش هتتغير. لما تضغط على أيقونة البرنامج من بره هيفتح لك الفيو او يفتح لك البرنامج بال2 دي فيو، تقدر ترسم طول وعرض بس في التمبلت ده. رقم 2، فهم ومعرفة الأشكال والمجسمات في البرنامج بتتكون من إيه. يعني مثلا لو إحنا رسمنا دايرة، الدايرة دي هنلاقيها بتتكون من 3 حاجات. أول حاجة بوينتس، تاني حاجة سيجمنتس أو أضلاع أو إيدجز مكونة من أكتر من ضلع متكررين بشكل بحيث إن هي تظهر للعين إنها دايرة. تالت حاجة فيس، وجه، والوجه ده اللي نقدر نعمل بعد كده منه بوش اب فنحول الشكل لثلاثي الابعاد. رقم 3، الاستخدام الصحيح للماوس. الماوس فيها 3 ازرار رئيسيين، كليك شمال السكرول اللي هي البكره، كليك يمين. كل زرار من دول ليه وظيفه. الكليك شمال لو احنا مثلا عايزين نرسم خط فبندوس كليك ونسيب الكليك، بعد كده نشوف هنوصل فين الخط ده، بعد كده نضغط تاني فيبقى احنا كده نهينا الخط، وبيفضل مستمر معايا إمكانية ان نرسم خط تاني بعد كده وهكذا لغاية لما اقفل الشكل بتاعي. ده الكليك شمال. الكليك السكرول ليها وظيفتين، وظيفة زوم ان وزوم اوت، وظيفة التانية تدوير وتغيير زاوية الكاميرا. تالت زرار اللي هو الكليك يمين، والكليك يمين ده ان احنا نعمل سيلكت على شكل ونطلع الاوبشنز الموجوده للشكل ده، نقدر نعمل ايه في الشكل دوت من القايمه اللي هتظهر لنا بعد ما ندوس كليك يمين. برضو من ضمن استخدامات الماوس بشكل صحيح، احنا لو هنعمل مثلا بوش اب بشكل ما فبندوس كليك، هو خلاص هو كده عمل سيلكت للفيس، وبنسيب الكليك نرفع للمكان اللي احنا عايزين نودي فيه او الارتفاع اللي احنا عايزين نرفع فيه المجسم. بعض الناس بتفضل دايسه كليك بعد ما بيدوس ويفضل دايس كليك كده، وده بيلاقي فيه صعوبة. رقم 4، الاستخدام الصحيح للمحاور الاكسس. هو انا لما باجي مثلا ارسم خط، الخط بيظهر ان هو موازي للمحور دوت. مثلا الاكس بيبان الخط بلون المحور اكس اللي هو اللون الاحمر. لو بمشي في اتجاه الواي بيبان الخط باللون الأخضر في اتجاه المحور واي. لو ماشي في اتجاه الزد بيبان الخط باللون الأزرق في اتجاه المحور زد. ده في حالة إن أنت بتشتغل 3D. برضو من ضمن الحاجات الجميلة في البرنامج إن أنا وأنا دلوقتي بعد ما رسمت الضلعين دول وبرسم الضلع التالت، في عند نقطة نهاية الضلع الأول أعمل سناب عند النقطة دي، بحيث إن هو لو أنت عايز توقف بالخط عند النقطة دي توقف وتقفل الشكل، والشكل يبقى مستطيل بالشكل ده. الأسهم في الكيبورد من ضمن الحاجات المهمة اللي بتبين لنا احنا شغالين في انهي محور.
في حالة عايز ارسم مستطيل في الشكل ده كده في 3D، تمام. انا دلوقتي دوست على ايه ومحافظ لي على حركة الخط، مهما انا اتحركت في اي اتجاه هو الخط بيتحرك في الزد بس، على المحور زد بس. انا استخدمت الاتجاهات اللي موجودة في الكيبورد، الاتجاهات اللي موجودة في الكيبورد اللي هو الاسهم، السهم اللي فوق والسهم اليمين والسهم اللي على الشمال. الاسهم دي وظيفتها ان هي بتخليني اختار المحور اللي الخط او الايقو او الخط او التول تتحرك فيه. يعني دلوقتي عايز ارسم خط في الزد بس، يبقى انا هدوس على الزرار الاب بوتون اتجاه الايه، اتجاه الاعلى، على زرار الاتجاه الاعلى. مجرد ما انا اخترت الزرار الاتجاه الاعلى ده خلى الحركة تبقى لفوق، تبقى على ايه، على المحور زد بس. خلى الحركة تبقى على المحور زد بس. في حالة لو انا دوست يمين يبقى هيخلي الحركة على المحور اكس، يبقى لو انا دوست الرايت بوتون يبقى هو ماشي في على المحور ايه، اكس، المحور ريد. يبقى نربطها بيه، نربطها رايت الرايت بوتون بالايه، بالريد اكسس، بالمحور ايه، الاحمر اللي هو الايه، الاكس، تمام. لو انا عايز ارسم الخط بس في المحور واي، زرار الاتجاه للايسر، زرار الاتجاه للايسر معناه ان هو هيخلي رسم على المحور واي بس. رقم 5، فهم خاصية الاندماج. يعني ايه الاندماج في السكتش اب؟ السكتش اب في امكانية من امكانيات السكتش اب الموجودة فيه ان انت ممكن ترسم شكل بسيط زي المربع مع شكل تاني مستطيل مع دايرة، وكل الاشكال دي تقدر تدمجها مع بعضها فتطلع لك شكل الى حد ما اكثر تعقيدا من الاشكال البسيطة دي. لكن لو ما استخدمتش جروبس، ودي النقطة اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي رقم 6، لو عملنا سيلكشن وفكرنا ان احنا نحرك الشباك ده عشان هنعدل مكانه مثلا، فشايف الحيطة مبقاش ليها شكل منتظم بتاعها. رقم 7، استخدام الكومبوننتس. يعني ايه كومبوننت؟ يعني مثلا قدامنا دلوقتي انا رسمت المكعب دوت، خليته دوست على حرف الجي في الكيبورد، عملت كومبوننت، دوست كرييت، خدت منه نسخة تانية، دوست ام كنترول، ام كنترول، ام الموف، وبعد كده كنترول يعني هحرك وهنسخ منه نسخة. بعد ما حركت ونسخت منه، لو اي تعديل هعمله في نسخة من الكومبوننت ده هتتعمل في النسخة التانية. دي من اهم الحاجات اللي موجودة في سكتش اب. رقم 8، ترتيب وتنظيم الشغل. عشان نخلي شغلنا منظم ومرتب في برنامج السكتش اب ونقدر نعدل عليه او نطلع منه اللي احنا عايزينه، ده بانك تستخدم الجروبس والكومبوننتس واللايرز. احنا اتكلمنا عن الجروبس واتكلمنا عن الكومبوننتس، نتكلم عن اللايرز وازاي تخلي شغلك في لايرز. دلوقتي هنرسم مجموعة اشكال وهننظمهم في جروبس وننظمهم في لايرز. قدامنا دلوقتي مجموعة اشكال، مربعات، مثلثات، اي مربع من دول موجود في كومبوننت، موجود في كومبوننت. لو احنا عايزين ننظم دول ودول في لاير ومثلا نخفي ده ونشغل ده او العكس، هنعمل اول حاجه لاير نسميه مثلا مربعات، وهنسمي اللاير التاني مثلثات. هناخد المثلثات ونحطهم على لاير مثلثات. في التري هنا في ايه، في اول تري لايرز، تاني تري انتيتي انفو، معلومات العنصر، معلومات بتاع اي عنصر من العناصر الموجوده قدامنا. لو احنا هناخد مثلا المثلثات دي وعايزين نخليها على لاير مثلثات، هندخل على انتيتي انفو، نختار لاير من لاير، هنختار لاير مثلثات، ونقدر نتحكم في نقدر نتحكم في رؤيه اللاير ده. كذلك اللاير دوت نختار مربعات، نختار أي لاير منهم فيه نشغله. رقم 9، تعمل سيلكشن، لأن في طريقتين رئيسيين لعمل السيلكشن ده بدون بلوجنز، يعني من غير ما تستخدم بلوجنز في البرنامج. بنعمل سيلكشن في البرنامج بطريقتين رئيسيين. أول طريقة اللي بيظهر معاها الريكتانجل أو منطقة التحديد
بالخط الداشد المقطع اللي احنا شايفينه ده. الخط المقطع اللي احنا شايفينه دوت ده دي اول ده معناه ان لو انا عملت سيليكشن والسيليكشن ده جه على اي جزء اي حته لمسها، مجرد ما هو الخط ده لمس الحاجه دي بيعمل لها سيليكشن، بيحددها بيختارها. اما الطريقه التانيه اللي هي انا لما هعمل سيليكشن بتكون بالشكل ده، من اليمين من الشمال لليمين، الاولانيه من اليمين للشمال، وبيظهر الخط مقطع، خط بتاع منطقه الخط الخاص بمنطقه التحديد بيبقى داش. الطريقه التانيه الخط بيبقى مستقيم سوليد، الخط بيبقى مستقيم سوليد نقدر نحدد بيه الاشكال اللي هتيجي جوه او داخل منطقه التحديد دي فقط. اي حاجة هيلمسها الخط مش هيعمل لها سيليكشن، هي هيعمل سيليكشن للحاجة اللي جوه المنطقة بس، اللي جوه المنطقة اللي هو رسمها او المساحة اللي هو رسمها. هو كده عمل سيليكشن للجزء اللي دخل جوه المستطيل، اي حاجة اللي هو لمسها ما بيعملهاش سيليكشن، عكس الطريقة التانية. رقم 10، تحريك العناصر والرسوم بشكل صحيح. بعض الناس لما بتيجي تشتغل على سكتش اب يبدأ يحرك حاجة من مكانها، فهو مثلا بيبقى عايز يحرك، نفترض الرسمة دي هو عايز، أو الكومبوننت دوت هو عايز يحركه، فيجي يحركه يروح عامل كده، فيجي يحركه يروح عامل كده، هو مش عارف هو حركه فين، هو فاكر إن هو حركه في على أعلى أكس على الأكس زد نفترض، لكن هو في الحقيقة هو لو بصينا هنلاقيه إيه، هو ما حركوش بس على الأكس زد، لو حركوا على الاكس زد وحركوا على الاكس واي وحركوا على المجال 3D او المساحه 3D كلها، حرك في الاكس وحرك في الواي وحرك في الزد. التحريك بطريقه سليمه نبقى عارفين احنا حركنا ايه بالظبط وفي انهي اتجاه والمسافه بقد ايه. التحريك في الاكس والواي والزد بطريقه معروفه احنا بنبقى عارفين احنا عملنا ايه، يا اما بالطريقه دي يا اما بالسناب. انا لو هحرك مثلا حاجه زي كده وانا عايز اوصلها، لو احرك مثلا الشكل ده وعايز اوصلها للشكل ده بشتغل بالسناب، بشوف السناب، هو جاب لي السناب، هو بيقول لي نهايه النقطه ده الاند بوينت ان كومبوننت، ده نهايه النقطه في الكومبوننت دوت اختارها، يبقى انا عملت ايه، عملت تحريك بناء على اساس برضو دي طريقه، او ان انا احرك بالاكس والواي والزد او بالاكس بس على حسب احتياجي. انا مثلا عايز احرك بالواي، انا احرك الكومبوننت دوت قدام بالواي، يبقى على المحور واي اهو، تمام، احركه 2 متر او 3 متر، واحركه على الاكس 3 متر تانيين، يبقى انا متأكد ان هو لسه بالنسبة للزد اللي هو الارتفاع زي ما هو موجود زي ما هو. دول عشر نقاط رئيسية أنا شايفها مهمة لأي حد بيستخدم برنامج سكتش أب، وبالتحديد للي بيتعلموا برنامج سكتش أب وبيبدأوا بيه، لازم الحاجات دي يكونوا هم عارفينها عشان تسهل عليهم كل اللي جاي بعد كده في طريقهم للوصول للاحترافية في البرنامج. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الشورت كاتس، إزاي أنت تستخدم شورت كاتس من الكيبورد بدل ما تتحرك وتروح على التول من التول بار وتختار التول وبعد كده تبدأ تستخدمها. لا، هيبقى في شورت كاتس، الشورت كاتس دي وازاي تختار وازاي تعمل شورت كاتس مناسبة ليك انت اللي تختارها، مش بس البرنامج هو اللي بيجبرك على ان انت تعمل مثلا دوس زرار كذا عشان تجيب التول الفلانية، انت اللي تحدد الزرار اللي انت تدوسه عشان تجيب التول، وتبقى انت محدد الشورت كاتس الخاصة بيك اللي انت تحبها وتفضلها. احب اعرف رأيكم في الكومنتات او اي استفسار. سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبك. السلام عليكم، أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.